اهم حاجه بنتكلم عليها في السيستمز، ودي الحقيقه الكور بتاع السيجنال سيستمز والديجيتال سيجنال بروسيسنج والحاجات دي كلها، هي الكونسيبت بتاع لينياريتي. A linear system is a system in which superposition holds. يعني بمعنى ان احنا لازم نفيريفاي ان السوبرposition ده يعني متواجد او بيتحقق علشان نقدر نقول ان السيستم بتاعنا ده linear، مفيش اي كونديشن تاني. اوكي، ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، اللينياريتي مالهاش علاقه بالتايم فاريشن. يعني بمعنى لو احنا السيستم بتاعنا تايم فارينج يعني بيتغير مع الوقت، مالهاش علاقه بان السيستم linear ولا مش linear. طب يعني ايه superposition؟ السوبر بوزيشن بيتحقق بتو كونديشنز، اول حاجه اللي هي السكيلينج، وتاني حاجه اللي هي الاديتيفيتي. سكيلينج معناها ايه؟ معناها ان انا دلوقتي لو انا دخلت للسيستم بتاعي سيجنال معينه، والسيجنال دي طلعت لي اوتبوت معين، لو انا فرضا خدت السيجنال دي نفسها ضربتها في فاكتور، ضربتها في كونستانت فاكتور ودخلتها على نفس السيستم، هل هيطلع لي الاوتبوت بتاعي اللي كان طالع قبل كده مضروب في نفس الفاكتور ولا لا؟ اوكي، الاديتيفيتي لو انا عندي سيجنال اكس اوكي بتطلع لي اوتبوت واي، وعندي سيجنال تانية مثلا يو بتطلع لي سيجنال في، بتطلع لي اوتبوت في، لو انا دخلت اكس بلس يو هل هيطلع لي واي بلس في؟ اوكي، يعني احنا ممكن يعني نسمرايز الكونديشنز كلها في الايكويشن دي. كويس، لو انا السيستم بتاعي ده دخلت له انبوت الفا اكس اوف تي زائد بيتا v of t، اوكي؟ هل هيطلع لي الفا الاوتبوت بتاع x زائد بيتا الاوتبوت بتاع v ولا لا؟ اوكي؟ يعني احنا دلوقتي لو بنتكلم على ان دي مش موجوده، لو ال v بتساوي صفر، لو فرضا الجزء ده مش موجود، يبقى احنا كده لو قلنا الاوتبوت بتاعي لالفا x of t هيساوي الفا في الاوتبوت بتاع x of t. اوكي؟ يعني ده بيحقق لي الجزء بتاع الايه؟ السكيلينج. الجزء الثاني ان انا عندي تو تيرمز، كويس، الاوتبوت بتاعي هو عباره عن السميشن بتاع تو تيرمز دول، او هي ممكن نبص عليها هنا. اوكي، لو انا دخلت تو انبوتس مجموعين زي بعض وطلع لي الاوتبوت عباره عن الاوتبوت بتاع الترم الاولاني زائد الاوتبوت بتاع الترم الثاني، يبقى معنى كده ده بيحقق لي الاديتيفيتي. اوكي، فالكونديشن ده بيسك بنحققه كده بالظبط، يعني بنجربه كده عشان نتاكد ان هو شغال ولا مش شغال. اوكي، فمن الحاجات اللي فيري انترستنج الحقيقه، لو انا عندي y of x مثلا كمثال بتساوي ax، هل الكونديشن ده بيتحقق؟ الحقيقه هيطلع اللي هو بيتحقق. اوكي، لو احنا بصينا للسيستم بتاعنا ده عباره عن الايكويشن بتاعت y بتساوي ax بتمر بالاوريجن، يعني ده عباره عن خط مستقيم بيمر بالاوريجن. كويس، لو انا حطيت هنا بدل x حطيت x1 بلس x2، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان ده كله هيبقى قوس واحد كده ax1 بلس x2 اللي هو بيساوي ax1 زائد ax2، يعني معنى كده الاوتبوت بتاع x1 زائد x2 بيساوي الاوتبوت بتاع x1 زائد الاوتبوت بتاع x2. طيب لو انا خدت نفس الترم ده هو وابتديت بعد كده اغير فيه علشان احط فيه كونستانت بي، الكونستانت بي زي ما احنا شايفين كده هيغير لي الايكويشن بتاعتي. يعني لو انا جيت حققت الايكويشن دي دلوقتي حطيت هنا x1 زائد x2 في الايكويشن اللي تحت خالص دي، هيطلع لي ان هي فعليا ما بتحققليش الكونديشن اللي هو بتاع الاديتيفيتي، لان هو فعليا محتاجين 2 بي علشان يبقى كل واحد فيهم سيبريت لوحده. اوكي، كمثال عشان ناخد كذا مثال يعني عشان نحقق الكلام ده، لو عندي y of t بتساوي absolute value بتاع x of t، basically عشان نتعرف على السيستم بتاعنا اذا كان linear ولا مش linear، اي non-linear function of x، يعني لو الاوتبوت بتاعي عباره عن non-linear function of the input، يبقى معنى كده على طول هيبقى non-linear، يبقى ده على طول non-linear من غير ما نبص. لو عندي نفس الكلام برضو cosine x of t، هل cosine x of t دي linear function؟ لا، ما هياش linear function، يبقى معنى كده الكلام ده برضو non-linear على طول مباشرة. لو بتكلم على x square of t نفس الكلام، اي حاجه شكلها نون لينير، احنا متعودين على الكيرفات اللينير كيرف اللي هو عباره عن ax ax وخلاص. اوكي، y بتساوي ax، اي حاجه تانية هنلاقي ان هي تبقى نون لينير. اوكي، ناخد بالنا في حاجه مهمه جدا، ان basically whenever the explicit relation between the input and the output of a system is represented by a non-linear expression the system is non-linear. ناخد برضه بالنا من حاجه مهمه قوي، ان الديريفاتيف ده عباره عن لينير اوبريشن، الانتجريشن ده عباره عن لينير اوبريشن.
اوكي. فلو احنا عندنا differential equation، يعني فرضا عندنا equation عبارة عن بدل ما كانت في الايكويشن دي y of t بتساوي absolute value of x of t، لو كان الايكويشن دي عبارة عن y of t بتساوي dx of t by dt، دي هتبقى linear equation اوكي، لان هي عبارة عن linear combination من الايه، من derivatives اوكي. انما absolute value لا، ما هياش linear.